وريني الحبر كده. تمام. ليه حضرتك كنت مصره تيجي انتخابات الاعاده؟ عشان بلدنا والله. عشان بلدنا. مالها البلد؟ عشان تقف على رجلها وتبقى كويس. ايه بس اللي مزعل حضرتك؟ انا عايزه بلدنا تقف على رجلها وما نبقاش لا زي سوريا ولا زي العراق. والله ربنا اللي يعلم الواحد خايف. خالص ده اللي يقول كده الواحد يضربه بالجزم. معلش يا امي معلش مش محترم. والله ما محترم خالص. انا يا ابني كل كلمه قدام التلفزيون بقعد معايا يا صاحبي. قول له تعالى قول له تعالى. معلش انت حضرتك اديتي واجبك الوطني الحمد لله وجيتي وانتخبتي واديتي صوتك. احنا عايزين نقف جنب رئيسنا وجنب بلدنا. دي اللي احنا عايزينه مش عايزين اكتر من كده. رئيسنا نشلنا من قلب المؤاخذه كده الزباله. واحنا مش عايزين اكتر من كده وعايزين بلدنا دي تقف وتبقى زي الفل. لا عايزين نبقى سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا الحاجات دي. ادي اللي احنا عايزينه بس مش عايزين احسن من كده. واحنا كده مرتاحين وكويسين. اللي يقول لك احنا مش مرتاحين لا يبقى كذاب. احنا كده مرتاحين قوي. هي الناس اللي مفتريه بس. حضرتك شايفه الاقبال الضعيف على انتخابات الاعاده سببه ايه؟ اقول لك انا على حاجه. مش عشان الرئيس نزل ولا عشان الناس مش فاهمه تنتخب مين. هما جت كده مره واحده. يعني انا واحده من الناس وكل مره اقعد اسال انتخب مين اعمل ايه اسوي ايه. هي الناس يمكن يكون خايفه برضه تنتخب حد ما هوش كويس. هي الناس خايفه من كده. طب انت حضرتك متعلمه؟ لا. طيب حضرتك بتعرفي تقري وتكتبي؟ لا. طب حضرتك لما بتسالي بتسالي مين؟ اسال مين ازاي؟ يعني حضرتك بتقولي انا كل مره بنزل انتخب بنزل اسال. بسال ولادي وجوزي. تمام. هما بيدلوا حضرتك تعالي. ولازم اسال هينتخب مين ومين الصح ومين اللي هيقف جنبنا ومين اللي مش هيعك البلد دي وينزلها في الارض. بس تمام. تقولي للناس اللي ما نزلوش ايه؟ والله العظيم ثلاثه هيندموا وما لهمش ما يبقاش لهم لازمه يتكلموا في اي حاجه. لا يقولوا دي ناقصنا ولا ده مش ناقصنا. لكن ما لهمش لازمه يتكلموا في اي حاجه. لكن لما ينزلوا يقفوا جنب البلد يبقى كل واحد يحط الصوت يعرف يتكلم. ابقى اعرف اقول اسال اي حد في اي حاجه انا عايزاها. تمام. بس شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا. لا يا حبيبي ربنا يخليك. والله العظيم ده انا اللي عايز امس الحكومه.